أنا دكتور خالد حموليلة، استشاري في قسم الأعصاب بالمركز الأمريكي في مدينة العين. هلا الصداع هو عرض لمرض أحياناً، أي مشكلة ممكن تصير مثلاً بالمفصل الفكي الصدغي ممكن يعمل لي صداع، صداع من الطرفين هدول. أي حرمان من النوم ممكن يعمل لي صداع، أي اضطراب في نظام الغذائي للمريض ممكن يعمل لي صداع، أي التهاب بجهاز البولي ممكن يعمل لي صداع، أي حزن أو أي توتر ممكن يعمل لي صداع، فهو عرض لأشياء أخرى. هدول أنواع صداعات أخرى كمان ممكن يراجعنا فيها المريض.